كلمي، كان في شقه ناس بكم سعر معقول؟ استاذ حبي احنا ناس على قدنا وما حلتناش حاجه. ما تضايقيش نفسك، انت لو اتفرغتي للشركه وركزتي معايا مرتبك هيزيد وتقدري تجيبي شقه بالتقسيط. ايه ده؟ انت متاكده ان ما عندكيش مشاكل تاني؟ تكلمي حبيبتي انا زي اخوكي. طب بس خلاص، كفايه شغل كده النهارده، لم حاجتك وتعالى اوصلك معايا في السكه، وبالمره تحكي لي يمكن اقدر اساعدك. باين عليكي كلك مشاكل. قضية أداب؟ لا حول الله يا رب. وشرفك يا سعادة البيه، أنا مصدومة ما عملتش حاجة. أنا كنت قاعدة أنا وبخيت على البحر وفجأة. هتقولي لي بس ولا يهمك، ولا تحملي هم، بكرة الصبح أبعت لك المحامي بتاعي يحضر معاك الجلسة. ربنا يخليك يا سعادة البيه، مش عارفة أشكرك إزاي. بس مش كان فارغ، عيب. أنا كده أحب أسند الناس اللي معايا، بعتبر كل الموظفين اللي عندي زي عيلتي بالظبط. الحبيب ازاي دي كانت فايده عن بالي؟ هي ايه؟ انت بنت حلال يا عديله. عندي شقه هنا كنت مديها لواحد صاحبي اتجوز فيها وسافر، كنت ناسيها خالص. خديها اهو، دي بقى تقدري تدفعي ثمنها براحتك. تحبي تشوفيها دلوقتي؟ بس الوقت متاخر، ما تخليها لبكره يا موسى الحبيب. مفيش حاجه بتستنى، حلاوتها في حموتها. مفيش احسن من كده. جميله قوي، بس دي كبيره قوي قوي علينا يا ستي. بكره تخلفوا الاولاد يملوها، انا كده احب الناس بتوعي يتمتعوا. بس دي تلاقيها عايزه فلوس كتير قوي قوي. لا ما تحمليش هم الفلوس، ما تغلاش عليكي. اللي بنا غير طعم بكره. ميرسي يا مس الهدية. اعملك عدا بكره؟ لا استاذن بخيت الاول. بتحبيه؟ طبعا. يا بخته بيكي، ربنا يخليكوا لبعض. متشكره قوي يا مسلحي بيه. تعالي افرجك على بيت شقيكوا. بسم الله عليك. بسم الله عليك. ياه، دي تلاقيها اكتر من 5000 جنيه بكتير. عجبتك؟ حلوه حلوه قوي قوي. ده انت الحلوه يا ماما، حلوة قوي ورقيقة قوي. مساء الحبيب. ايه مالك بتعمل كده ليه؟ ما تلم نفسك كده شويه. الله، ايه؟ طب اهو. انت مش بتحبي خطيبك؟ طبعا بحبه قوي قوي. مالك؟ طب معصبجه ليه؟ عايز نعمل ايه يعني؟ يا ماما مش المفروض تساعدوا الراجل اللي يبقى عنده شقه حلوه زي دي؟ اساعده ازاي؟ انت اتجننت؟ انا اللي اتجننت؟ هو في راجل الايام دي يعرف يصرف على بيته؟ لازم له راجل تاني يساعده. يا خيبتك يا عديله، يا خيبتك. ده انت بقى مش عايز لك سكرتيره يا اخويا، ده انت عايز حاجه تانية. طبعا فهمتيها بقى. لا مش كده. بيجي ما تنسي وقتك. ولا تيجي الشهد بيدي. ثانيا جايه معايا برجليك، يعني بكيفك وبمزاجك، وفوق ده وده بقى عندك قضيه ادب يا سكاكيه ما حدش هيصدقك. صوتي صوتي يا حبيبتي. ايه؟ اقطعك؟ لا. عارفه ان انا زباله. هبهدلك. بحب البهدله. اهو يا ابن الكلب. يا ابن الكلب. يا ابن الكلب. يا بتاعت البحر يا ربي المحاكم يا امه. يلا يا ابن الكلب. بحب الورد برضه.
عشان ورانا مشاوير. اسكت بقى، تعب تاني، تعب يا بنت المد. ايه تاني ده؟ شعرك، شعرك بيعمل خضه. يا امي ما هسيبك لو جابوا لك ده. انا هعمل لك صينيه بطاطس، بطاطس، واعزم عليك اصحابي. يلا بقى شد شعرك، شرشحين، كل ودي. يلا تموتي مالك؟ انا الحق علي، الحق علي، مش عايزك تتعدي مني. تعدي؟ تعيانة؟ عندك اسمه ايه ده؟ بوستيني ليه؟ ممكن تديني اسبوع واحد اتعالج واجيلك بنفسي. هو ده بيتعالج يا ماما؟ قالوا لي اني اخف. ربنا يسهل طريقك. الباب عند الجزمه والشنطه، الشنطه على الباب، مفتاح الشفونيره. يلا. انت زعلان مني؟ كفايه مرمطه يا ماما. انت مبسوط؟ ربنا يوفقك. يلا يلا يا ماما، ما تجيش بقى. متشكره. لا ما تجيش خالص يا اجازه، بره. يلا يا ماما، تصبح على خير. هيجي منين الخير؟ بخير يا ليلى يا مهندس، عديله عايزه منوك. يا فندم. ايوه. امال فين شركتك؟ زمانك يا فندم، اصل هي دايما كده بتحب تتاخر، ما انت عارف بقى الستات ودلعها بقى. هجيب اي محامي من بره. انا عديله جت اهي. عديله اهي. يا عديله اتاخرت ليه؟ مواصلات، ما انت عارف يا بخيت المواصلات. جبت معاك محامي؟ انا افتكرتك انت اتصرفت. ايه مالك عديله؟ انا اتبهدلت، اتبهدلت قوي من غيرك يا بخيت. طب بس بس بس، ما تعطيش، ما تعطيش حبيبتي. ما تسيبنيش تاني يا بخيت. مش هسيبك، عمري ما هسيبك يا بخيت. بتحبني بجد؟ الا بحبك. ده انا بموت فيك عليك. انا كمان بموت فيك. الله الله يا استاذ، يا استاذ. ايه مش مكفيكم البحر والرملة، جايين تكملوا هنا؟ زيادة القاضي، نحن أبرياء من هذه التهمة، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. إن هذه الفتاة خطيبتي. أيوة بس أنا مش شايف دبل في إيديكم. ما هو باعتبار ما سيكون. زيادة الرئيس، حضرات المستشارين، نحن نطالب البراءة، ولا شيء غير براءة. انظروا معي وحكموا ضمائركم إلى هذه الفتاة، انظروا معي إلى هذا الوجه الملائكي البريء. هل يمكن لهذا الوجه الملائكي أن يرتكب مثل هذه الفعلة النكراء؟ انظروا. ملك صندوق، شوف يا جدع انت، أنا هأجل لكم القضية لحد ما تلاقوا محامي يترافع عنكم. رفع الكاس. اتصوت واصرخ وخربش واعد فيه لغايه ما سابني. انا اتبهدلت قوي يا بخيت. انا هروح اقتله. لا لا يا بخيت، احنا مش قدهم. طيب الظاهر ما فيش فايده، عمرنا ما هنتجوز ابدا. ان شاء الله هنلاقي حل. ازاي بس؟ دي مقفله من كل ناحيه. ضروري هنلاقي حل. بخيت، بأي شكل هلاقي لها؟ بخيت بخيت، احنا مش ناقصين قضية أدب تانية. Thank you.
مزاجه عالي قوي قوي. بخيت افرض يا حبيبي حد طب علينا. مين هيطب دلوقتي؟ هنقول له ايه؟ انت مين؟ انا محمد بيه. اقفل لا مؤاخذه. مين محمد بيه ده؟ معرفش. حضرتك صاحب عباس بيه؟ ايوه صاحب عباس بيه. اقفل لا مؤاخذه. دي ليك. ايه دي؟ مش عارف، انا مصدر عليها ساعة كده. ساعة؟ عيالك عاملين ايه؟ كويسين. كويسين؟ خد ربع جنيه اهو، هات لهم لحمة وشوية فاكهة وشوية حاجات كده، نغنيشهم يعني. عباس بيه ما بيجيش هنا غير يوم الاثنين، وبيمشي بدري اكمنه متجوز، وأنا هنا بقى في حراسة على طول. أنت خدمت فين قبل اسكندرية؟ طنطا. طنطا. طيب، خلي بالك ها؟ هخلي بالي. من هناك اخيرا اتحلت ازمه السكن يا عديله. يا سلام. يعني عقبال الظروف ما تتعدل. الظروف عمرها ما هتتعدل لوحدها يا اخي. الناس هي اللي بتسكت على حقوقها. صح. الناس هم اللي لازم يغيروا ظروفهم. طبعا. تعرف لو انتخبنا مرشحين عادلين كانوا ممكن دافعوا عننا وعن حقوقنا. العيب فينا بخيت، احنا اللي بنتساهل في حقوقنا وبعدين نرجع نشتكي ونعيط. نعيط بخيت. انت امتى اخر مره رحت انتخبت؟ امتى اخر مره رحت انتخبت؟ مالك يا بت؟ تعيانة ولا ايه؟ انتخابات ايه؟ مالي ازاي؟ مالنا ازاي؟ انت مش قادر تفهم ان ازمتنا دي جزء من مشكلة المجتمع ككل. هي وصلت للمجتمع؟ دي ليلة من ليلة بستين نيلة. ايوه، مجتمع بايظ محتاج لإصلاح على قد الناس عندها وعي سياسي وحس بمشاكل الناس. مالك يا بت؟ احنا مالنا احنا مال السياسة؟ انت سلبي وجاهل وما عندكش السوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. مين؟ سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. انا ما عنديش شنشن في طنشن. كنت بتنشن؟ ايوه.